اسم عبد الله فيصل العطار، عدد اسرتي 7، مزارع فلسطيني. انا بنطلع بنصلي الصبح الفجر وبنطلع. كان في عندنا لقط بنلقطه على البراد، يعني زي كوسيا، خيار، باذنجان، فلفل. بعد هيك بنشتغل بنسقي الارض. بعد ما نسقي كان في اسماد زي جبل زي هيك زي هيك بنفرده. في ردع البطاطا، في زراعه، في اشي بنقوم فيه بالبراد العصر لانه بيقبل عصر مناسب. الشمس مسرقه مغربي يعني، والدنيا براد، بضلوا البراد طول الليل يعني. الشتلة بتتريح بتنزل من مستل لمستل. انت عارف يعني بالنسبة لنا يعني اراضينا حوالينا بتلاقي يا على حصان بعيد عنك يا على حمار، فهمت علي؟ بنلتقي في الارض دايما. طبعا شغلنا بعد صلاة الصبح بنصلي بنتوكل على الله في البراد. أول إحنا بنزرع بنبدأ زراعة في شهر 9، شهر 9 أو 15/8 تقبل الدنيا باردة. في معنا موسم البطاطا وموسم الفراولة وموسم البصل، هذا بنزرع كله في 15/8. بخلص طبعا زراعته تخلص تقريبا في 1/3. بعد 1/3 بتنزرع الذرة أو بتنزرع البتنجان والفلفل لأنه النبات الصيفي هذا بسموه. من بعد 3 وبطلع الدنيا بتقبل الصيف بدها ستر اللي يتحمل السوق، لزي الذرة، فلفل، بتنجان، كوسيا. أما في الموسم الشتوي اللي احنا فيها الجيتا تحمل اللي هو البصل، الفراولة، التومة، البصل، البطاطا زي ما انت شايف. توزيعنا لي قصة الري، سبكة الري أول إشي، هذا لأنه أساس الزراعة المية، المية هي أساس الحياة. أول إشي عندنا كهرباء بتيجي ما أنت عارف من 4 لـ 8 ساعة. أول ما تروح على كهرباء فهمت علي تقطع الكهرباء، فعندنا ما متوفر لا طاقة شمسية ولا إشي، بتقبل الشتلة زي ما هي. هذه الصعوبة يعني، كان بدنا نزرع اليوم من المي ما بنزرعش، بنأجلها لما المي تيجي. هاي أول مشروع بوجهنا. ثاني إشي بالنسبة للأمراض، الأمراض عندك الدودة، عندك الفطريات، وعندك النماتودة، هذه بنعالجها في الغيط. سبكة ري، احنا بنطلب من اهل الخير انهم يجيبوا لنا سبكة مي ري، لان هي اساس الزراعة. لو ما سبكة الري ما بديت الزراعة. والبذور برضه هي هم كبير، لانه لو ما البذور لا بنلقط ولا بنبيع ولا بنصرف ولا بنعطي العمال، فاحنا بنطالب منهم انهم يعطونا سبكة مي والبذور. اصلا احنا بننبسط وبنفرح لما تيجي المساعدة، لانه شعورنا بيقبل الوضع احسن باحسن. وتاني اشي يعني بنمد لقدام، يعني بنتحفز بنتنصت، بنلاقي في ناس انهم مهتموا فينا.